غسل التسعة رقم موتور السوزوكي، رقم موتور بيبقى في المكان ده، بس انت عشان مش هتقدر تحل العمة رقم موتور، لو انت مش هتقدر تحل العمة فبتجيب الوش الصاج من ورا ده، الوش اللي بيغطي هنا اللي بنسميه البلاعة، بتحله بتلاقي رقم الموتور هنا كده. عايز ترفع بصمة، ترفع حاجة، مكانها واضح كده رقم الموتور. نشوف رقم الشاسيه. بالنسبه لرقم الشاسيه بقى، فهو موجود هنا تحت القفل بتاع الكرسي اليمين بتاع كرسي السواق، تحت قفل كرسي السواق ده رقم الشاسيه. ساعات بيدق هنا على الايه. شكرا.